سفرة بترحب بالسادة المشاهدين في كل مكان، اهلا بكم ومرحبا بكم. الشيف النهارده الخميس هنعمل حلقة خاصة عن جميع الفتة. ايه هي الفتة؟ احنا جالنا اتصالات كتير قوي على فتة الكوارع، فتة الشاورما، فتة الفراخ، فتة الكفتة. عندنا انواع الفتة الجميلة النهارده اللي هنعملها شاورما وفراخ وكفتة، وعندي اهم حاجه فتت الكوارع النهارده هنعملها بسمنه كريستال الصفرا. عندي كوارع وبصل وجزر وكرفس وقرقلاه وحبهان وقرنفل وطماطم، وعندي ارز، عيش محمص، توم، صوص طماطم، جوزة الطيب، بهارات، كمون، ليمون، خل، مرق، عندي ملح وفلفل وكزبره خضراء، سمنه كريستال الصفرا. اول حاجة نبدأ نعمل الرز بتاعنا بسمنة كريستال الصفرا، نشوف حضراتكم هنوصل لإيه. بسم الله الرحمن الرحيم، ادي السمنة بتاعتي اهي، عندي رز مغسول، عندي كوارع اهي على النار، سيبها بقى تشتغل براحتها سرانسيه. نبدا نعمل الرز بتاعنا، ادي الرز بتاعي كده. جمال جايب لي شكاره رز، مش عارف ايه القصه، هو اليومنيو النهارده كله رز. طيب ملح لا كنا زمان بنقول قدح ولا كيله رز، ورق لورو، حبهان، ده الرز بتاعي اهو، هندعمه شوية شوربة من الفتة دي. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو، ونكمل عليه. يبقى عندي الرز بنعمله سمنة صفرة كريستال، ادي الرز بتاعي، كده زي الفل. لو احتاج شوربه تاني هديله، مفيش مشاكل عندي. نبدا نعمل بقى ايه؟ اي حاجه في طريقي هنعملها فته. قولنا الكوارع عندي بسمنه صفرة كريستال، ادي العيش بتاعها هنحمصه عشان يبقى عندي كل حاجة جاهزة. وهنعمل الصلصة بتاعتي عشان نبقى جاهزين على طول كده. نحمر بقى العيش بتاعي، وبعدين اخده سوتيه في حبة زبدة او سمنة كريستال الصفرة مع التوم بتاعي الجميل، عشان نشوف هنعمل ايه مع حضراتكم. النهاردة حلقة خاصة عن المحاشي، سوري، عن الفتة. الاسبوع اللي جاي هنعملها كلها محاشي، عشان ست الكل اللي اتصلت من الخارج وقالت عايزة محشي، احنا ما نقدرش نتأخر على حد
لانه انتوا غاليين علينا وما نقدرش نعمل غير الاصول، والاصول اللي احنا نعملها اللي تطلبوه يجاب كده. هنا توم اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. عند الشرب على النار هستغلها زي ما انا عايز. ده الواحد ما بيصدق يلاقي حبة كوارع يوم يعمل عليهم وليمة. نعمل عليهم وليمة، هزود واشتغل. طيب كده هنا بحمر العيش بتاعي عشان اخده سوتيه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. كمل اهو. طيب نزود بقى الكوارع بتاعتي اهي، خليها براحتها خالص. الرز بتاعي شغال زي الفل. نبدأ نشتغل مع حضراتكم ونشوف هنعمل ايه دلوقتي. عندي نخش الأول على فتة الشاورما ونشوف هنعملها ازاي مع حضراتكم. نعم يا فندم. حاضر يا فندم. كويس كده؟ ماشي. إنك لله اللي ببالي. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي لا أوريك. اختشي بقى. هي بتعمل بالايه؟ ايوه كده. جهنم بتاع القلاش جت على راس ناس كده. هنا اهو يلا نعمل العيش المحمص. طيب كده هنا بجيب البصل اللي انا فرمته بحطه كده على جنب. عندي اللحمة اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاتك يا سيدنا محمد. كده سكينة أبرد من مية الطوبة. كده حاول اشيل اي دهون في اللحم. حبش اي لحمة فيها دهون. بعد كده هعمل ايه؟ هنشوف هنعمل ايه. ادي المضرب وادي اللحمة. خلي بالك ممكن اسيب لك البتاع الحلقة وامشي.
وخليك تيجي تكمل. انت هتتريق عليا؟ هتيجي تكمل. عندكش مسمارين كده اهو؟ بفتت الأنسجة بتاع اللحمة وبصدع المخرج. حلو قوي، فكرة حلوة كده. بحط ورق ما بين كل رق ورق عشان خاطر ما نحسش بأي زيادة. في زيوت اهو. يلا بقى يا عم محمد نشتغل كده. ادي اللحمة بتاعتي قطعها رفيع خالص كده. فتت شاورما اهي. كده اوعى تقطع اللحمه عكس الانسجه عشان خاطر ما تلاقيش منك وتبقى مش طبيعيه. ادي حبه زيت دورة كريستال. ادي اللحمه اهي. خلي بالكم معايا، نبص على الرز بتاعي اهو. عجب مين يا عم انت؟ انت شغال مع مش عارف مع ايه، ما ادري ايه. نختشي عيب، نختشي نختشي. ماشي كده اهو. ده توم معايا شوية، توم شوية، البصل اصحى وصلي على النبي اهو، وما تحاولش تنمني عشان النهارده يومنا طويل. عندي البهارات دي اساسي، عندي كمون، شويه قرفه ناعمه، شويه بهارات اهو. كله شغال بالصلاه على النبي. عندي الكوارع شغاله بالشوربه بتاعتي اهي، انزل بيها على النار، اخد الرز بتاعي هنا براحته وتشرب اهو. كده نخش على اللي بعده. وادي العيش بتاعي اتحمص كله اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب زي ما حضرتكوا ده شايفين شغالين واحدة واحدة اهو. دي اللحمة بتاعت لحمة الفليه دايما يا جماعة، بتبقى سهل جدا، نقدر سهل جدا. يلا لسه عملنا حاجة جميلة. دول قليلين، حسب الله ونعم الوكيل. ليه جاب جيش معاك ولا ايه؟ جاب جيش معاك؟ هستأذنكم واخد فاصل وارجع لكم تاني. هنخش بعد كده على الكفته، اتفتت الكفته. فاصل وارجع لحضراتكم تاني. اقعد ورا المحطه ولا تروح في اي حته. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل وبنعمل فتت الكفته. عندي هنا لحمة مفرومة، بصل وتوم، فلفل اسود وملح وكمون.
اهو. مفرومها هنا، ادي شويه طماطم كده، زي ما حضراتكم ده شايفين اهو. مهم جدا ادي شويه خل. بسم الله الرحمن الرحيم. ملح وفلفل. زي ما حضراتكم ده شايفين مقادير فتت الشاورما قدام حضراتكم على الشاشة. عندي لحم شرايح وبصل، عندي جزر، عندي فلفل الوان وطماطم ورز وعيش محمص وثوم، صوص طماطم، جوز الطيب، بهارات، كمون، ليمون، خل، مكعب مرق، كزبره خضراء، ملح وفلفل وزبده او زيت. كل الكلام ده جميل. كده عندي الكفته اهيت. خلاص وجعت دماغكم ما في الكفايه، الرحمه حلوه. هنعمل ايه بقى حضراتكم في الكفته دي؟ اهو كده نشيل كده، مش عامل كفته، بقطع كده وانزل في النار عشوائي. ليه بقى؟ تبقى حتة اللحمة حرشة وفي نفس الوقت تتحمر من جوه ومن بره، والمخرج بيقول لي هتحل منك في الزيت. معلش اصل أول مرة أشتغل مع شيف طباخ، فعشان كده هو بيعك معايا في الكلام. معلش. عايزة تتحمر وتتقرمش وتبقى حلوة كده. أهي. ماشي 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 يا عم. اهو كاننا بنعمل زلابيه. بيقول لي انت ما عندكش طريقه احسن من دي؟ يعني انت جاي كده تتحركن علينا ما عندكش طريقه احسن من دي؟ قلت له حاضر يا عم، انا عندي كل حاجه، عندي كل حاجه، بس اخلص دي الاول كده. ناخد شويه صوص من ال شوربه من عندي من هنا اهو. اللهم صل عليك يا محمد اهو كده. عايز اسوي حاجتي كلها تسويه صحيحه كده زي ما انتم شايفين الكفته اهي. وهنعملها بطريقه تانية عشان مخرجنا الجميل ما يزعلش مني. ليه؟ ما تحبهاش انت عشان تغمى عينك. شفتوا يا جماعه؟ ادي المخرجين بتوعنا اهي. المخرج بيقول لي ما تعملش الكوارع قدام مني لما اغمض عيني، اصل الراجل ده ابن ناس زياده عن اللزوم، فمالوش في ايه في الكوارع، فبيتضايق منها يعني كده. زي ما انتم شايفين كده حضراتكم اهي، بعملها صابع كده، اطلع الاستوى ده الاول. طيب نجيب دي كده اهو عشان نحط هنا كده دي. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد كده
هنشوف هنعمل ايه دلوقتي. ماشي. دلوقتي بقول لي ليه ما عملتش فتت كبده اسكندراني؟ الكبده اسكندراني يا عمي ما تتعملهاش، نعملها فته، لا نعملها كبده اسكندراني بس. هنقول لك مقاديرها ازاي ونعملها ازاي. كبده اسكندراني عندي بصل جوليان، طماطم جوليان، فلفل جوليان، ثوم مفروم، خل، شويه ثوم، كمون، ملح وفلفل، زيت على النار بيقدح، بنزل بالكبده بتاعتي من غير اي توابل عشان ما افقدش القيمه الغذائيه اللي موجوده جواها. بعد ما بنزل بعمل ايه؟ بحط الكبده بتاعتي تتشوح، بعدين اروح نازل عليها او اجيب ميه منك وانت شغاله. بعد كده بروح نازل بالفلفل الالوان، بنزل بالفلفل الالوان عليها، اقلب، وانزل بالطماطم، بالكمون، بالليمون، بالخل، بعد كده اديها شويه بقدونس، قرن فلفل حراق، شويه طماطم بوريه، كمون، هتبقى عندي احلى كبده. على فكره الله اكبر، الكبده الاسكندراني، الكبده الاسكندراني حضرام حاجه من عندكم؟ الكبده الاسكندراني بيعملوها بطريقه تانية غير ما احنا بنعملها. بيقطعوا لها بصل مكعبات، فلفل اخضر مكعبات، ملح وفلفل وشويه بقدونس، وبيحطوها مع بعضيها عشان تعمل صوص كده غامق، بيبقى دي اسمها كبده اسكندراني، لكن احنا بنعمل بطريقه تانية. طيب كده هنا نخش بقى كده على النار، ادي شويه ثوم كده، بقيت الكفته شغاله اهي. هنعمل ايه هنا بقى يا عمي؟ ادي الرز بتاعي استوى، صلاه النبي احسن اهو. انزل رز اهو كده، ده الرز بتاعي. ادي العيش اهو، شفتوا بقى اهو، فتت شاورما. يلا يلا طبعا عندنا مسقعة بنقول عليها مسقعة السمك، هنجاوب عليها دلوقتي كده. هنا ادي بيت الفتة مع الرز كده اهو، صلاتك يا سيدنا محمد. ادي شوية بهارات، شوية كمون اهو كده، ادي شوية طماطم، هنتكلم على مسقعة السمك دلوقتي بس. فتت الكفتة لسه قدامنا على الشاشة اهي، لحم مفرومة، بصل، جزر، طماطم، عندي رز وعيش محمص، توم، صوص طماطم، بهارات، جوز الطيب، كمون، ليمون، مرق، عندي كزبرة خضراء، خل، زيت، ملح وفلفل اهو كده اهو. ادي العيش بتاعي، شوية الخل،
ادي شويه شوربه اهو. صلاتك يا سيدنا محمد. وادي الرز بتاعي اهو، ده الرز بتاعي. يبقى كده عندي كل حاجة جاهزة. شوف هنعمل ايه دلوقتي، نغرف مع بعض عشان لسه عندنا الشغل كتير وياما. فتت الكفتة دي جميلة جدا اهي. نغرف بقى اول باول. اوبا، بسم الله الرحمن الرحيم. حاضر، اركن على جنب يعني. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. الريحة مش عايز اقول لكم عشان مش عايزين نهيج الدنيا علينا. هذا أول صحن عملناه. ده الشاورما. بعد كده نخش على الكفتة اهو. لازم نسقسقلها شوية شوربة اهو. شوربة كوارع يا باشا، اصحى معايا. قول لي بس انت عايز ايه من غير كوارع واقول لك. خلاص هصلح غلطتي، لسه عندي مسافه اصلح غلطتي. حد عمره شاف مخرج ما بياكلش كوارع؟ قول له، قول له يا عم بتاع الدور انت. طبعا عم محمد حولاني بيقول لي طب انت ليه ما عملتش الكفته دي برنقتها كده وعملتها زي داود باشا؟ بقول له بص يا محمد، كل شيف وله طريقه.
لو انا عملتها بالطريقه اللي بتكلم عنها دي هتبقى مكتومه من جوه ومش هتشرب الصوص بتاعي وتبقى طعمها مش حلو. لكن لما بعملها كده عشوائي بخلي السوى يخش من كل الجناب وتبقى كريسبي معايا وانا باكل، تبقى حاجه جميله، تبقى حاجه جميله. طيب كده عايز انا اشطب نفسي كده عشان اخلص العده دي والم نفسي. استاذن من حضراتكم، عندنا شغل ياما وحاجات كتير. استاذنكم اخد فاصل وارجع لحضراتكم تاني. اغلى المحطه ولا تاكل فته. رجعنا حضراتكم كده بعد الفاصل، وبخلي الكوارع من العظم كده زي ما حضراتكم كده شايفين. بنزع العظم منها طيب كده. هنا ادي الكوارع بتاعتي اهي، في هنا شويه تانيين اهم نطلعهم اهو. طيب يلا بقى نعمل بيت اهو. لسه عندي حاجات ياما، عندي كوارع اهي نديها شوية سمنة كريستال. مكعب مرق، شوية ثوم، كده ثوم ومرق وسمنة كريستال. كله لازم يصفر مع بعضه. حط الشوربة تغلي على النار، نزودها هنتكلم دلوقتي على شوربة السيفود اللي جالنا عليها سؤال، هنتكلم عنها دلوقتي وهنقول نعمل ازاي شوربة السيفود. عندي بصل وجزر وكرفس على النار، ورق لورو وحبهان، نص ليمونة، شوية زعتر،
بعمل شوربه، بغلي الميه كويس قوي عشان اعملها شوربه. بعد ما غليت الميه بتاعتي بكون عندي سمك وجمبري وكابوريا وصبيت زي ما انتم عايزين، زي ما حضراتكم عايزين. بعد كده بروح ساقط الجمبري والاسماك اللي غسلتها دي كلها مع بعضيها، سقطتها مع بعضيها، سلقت عندي، صفيتها، برجع شوربة تاني على النار اخليها تحبش كويس قوي، ويبقى عزمها شديد، يبقى عزمها شديد. بعد كده بصفيها، بجيب معلقة زبدة، معلقة دقيق، بحطهم على النار وينملوا مع بعض. بعد ما ينملوا مع بعض بروح نازل عليهم الشوربة بتاعتي اللي انا صفيتها. بعد ما صفيها بحطها على الليكويد بتاعي دوت، ببدا اديها شويه كريمه لباني، وبعدين بسقط فيها تاني الاسماك اللي انا عمل. لو انا عايزها بالكريمه بزود معاها شويه كريمه لباني، لكن عايزين تشربوها كلير شوربه من غير تربيه او من غير الدقيق والزبده، هنقطع كل الكلام بقى ده، الكرفس والكرات والجزر والبصل كله برنواز صغير، احجام صغيره خالص. بعد كده نحصل معاها طماطميه، هنحصل معاها طماطميه، هتبقى عندي كده شوربه السيفود. طبعا غليت كلها عندي، بحط فيها الاسماك، كل الاسماك اللي انا عايزها بحطها فيها، هتبقى معايا شوربه الاسماك الكلير اللي هي من غير زبده ودقيق او بالصوص الطماطم والخضروات المتقطعه صغير كده. هنا اهو اخدت الكوارع بتاعتي، شويه بهارات، شويه جوز الطيب، سنه كمون، ملح، فلفل. بعد كده ادي شويه طماطم، دي الشوربه بتاعتي، شوربه دي الفته بتاعت ملا عليك في ايه في يا حبيبي، معلش ضعف اهو. الراجل شم ريحة الفتة ويعمل ايده المفك. طيب نغرف بقى عشان لسه بقى عندنا الصلصة البيضة ولسه عندنا الصلصة بتاعت الفتة ككل، عندنا شغل كتير قوي النهاردة. ده الهوري الهيري بتاعي النهارده اهو، صلاتك يا حبيبي يا سيدنا محمد. لسه هنعمل الصوص بتاع الفتة. طيب كده هنا عندي الفراخ بتاعتي بالصلصه البيضاء. طيب عشان الراجل بتاعي ما يزعلش مني هنسلق الفراخ بتاعتي، نقطعها ونسلقها عشان الراجل ما يزعلش مني، اللي بالي بالكو. طيب يلا كده ادي المايه بتغلي على النار، ادي الفراخ بتاعتي
عشان تستوي معايا بسرعة وتديني طعم جميل. دي الفراخ بتاعتي، عندي بصل وجزر وكرفس اهو، كرفس اهو، ادي بصل كده، ادي الفراخ بتاعتي، شويه ملح، شويه حبهان وورق لورو، اغطي، ارجع اعمل الصلصه بتاعتي اللي هكسي بيها الليله. عندي طماطم، بسم الله الرحمن الرحيم، طيب كده هنا خلصنا من ضرب الطماطم، نخش بقى على الصلصة بتاعتي. طاس على النار فيها زبدة، توم، لسه عندي صلصة بالخل، عندي نوعين صلصة النهاردة، هنعمل الصلصة بالخل كده. طاس على النار، كل حاجة لها حاجة. ادي زبدة تاني، ادي توم تاني، ركزوا معايا عشان نعرف احنا بنعمل ايه. طيب كده هنا عندي لسه فتة ما عملناهاش كده، هنا ده شغال، الفتة شغالة، والرز بتاعي زي الفل اهو. عايزين نشوف الرز بتاعنا، فل الفل فل الفل. يلا نيجي هنا، حطينا توم، وهنا توم تاني مع توم برضو، انا عايز التومة دي تصفر. وعندي كده الفراخ بتاعتي شغالة اهو، دي كده شغالة اهي،
عندي صلصتين شغالين على النار مهم جدا نشوفهم مع حضراتكم. عادي كده. هستاذن فاصل، اخد فاصل عشان بصل تحمر، التومه تحمر. استاذنكم واخد فاصل وارجع لكم تاني. اوضه المحطه ولا تروح في اي حته. كده حضراتكم عملنا الصلصه البيضه وعملنا الصلصه الحمراء اهي وعملنا الفراخ الشوربه بتاعتها. هنشوف هنعملها ازاي مع حضراتكم بسرعه. ادي الفراخ بتاعتي عندي، عيش محمص، اهو حته زبده، الصلصه دي خلاص قدام حضراتكم. مقادير الفته اهي عندي، صدور دجاج وبصل ورز وجزر، عيش محمص، كرفسي وتوم، عندي زبادي وصنيبر، حبهان، جوزة الطيب، بهارات، كمون، ليمون، ورق لورو، خل، مكعب مرق، كزبرة خضراء، ملح وفلفل. طيب كده هنا بطلع بده على جنب اهو، نكمل اهو. هنشوف حضراتكم بقى هنعمل ايه عشان نبقى ادي صدور الفراخ كده، ادي الرز الابيض ادي شويه الشوربه اهو دي منه فيه ما فيهاش اي حاجه عشان تبقى شوربه فراخ بفتت فراخ زي الفل. واخده كل التوابل اهو، واخده كل حاجه حلوه. اديها شويه شوربه تاني تبقى جوسي اكتر كده. هبدأ احط بقى الصلصة بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاتك يا سيدنا محمد اهو. ادي اهم حاجة عندي النهاردة اهو، الشطة قصدي الدقة بالخل بالثوم اهو. كل الكلام ده جميل، كل الكلام ده جميل اهو. طيب كده هنا عندي ادي الفراخ بتاعتي. هنشوف بقى دي هنعمل لها ايه دلوقتي. فين التوم اللي عندك يا ابني؟ مين اللي خد التوم؟
طب ما لو معايا ما انا هطلعهم. مش مشكلة. مش هيخص علينا حاجة، ما احنا واخدينها على التقشير. تاخد يا ابني بدل ما انت قاعد تقشر الاسطوم. ده انت عم بتاع الدرة. ماشي. خلاص نقشر احنا توم. اهو. مخاب الجمبري ده موضوع تاني. ايه رايك عايزين نتكلم على المخاب الجمبري دلوقتي؟ عشان جالنا سؤال على الاس ام اس، واللي عايز يبعت اي حاجه على الاس ام اس واحنا موجودين مع حضراتكم اكيد هتشرفونا وهنلبي رغباتكم ودعواتكم. عندي شوربه جمبري على النار او شوربه سمك، او لو مفيش لا ده ولا ده، عندي ميه بتغلى على النار بحط فيها مكعب مرقه وشويه جزر وفص ثوم وطماطمايه وشوية كرفس وشوية كرات أبيض وخليها تغلي عندي كويس قوي. بعد ما بتغلي عندي، بعد ما بتغلي بسقط فيها الجمبري اللي عندي وبعدين بصفيه. بعد ما بصفيه، بعد ما صفيه هحط برضو الشوربة على النار تكمل. ده مكعب مرق يدعمها. بعد ما اديها مكعب مرق اخليها تغلي، افرم بقى شويه كرفس، قرن فلفل حراق، شويه كزبره خضراء، طماطمايه، فص توم، ده كله ني في ني بحطه مع حبه الشوربه. بحطه مع حبه الشوربه. بعد ما احطه مع حبه الشوربه بتغلي غلوتين. بعد كده بسقط الملوخيه بتاعتي فيها. بعد ما اسقط الملوخيه، بعد ما اسقط الملوخيه بتاعتي كده، هنا ادي الزبده اهي وادي الثوم. بعد ما اسقط الملوخيه بقشر الجمبري واحطه معاها. طبعا حاطط لها طماطميه، حاطط لها شويه كزبره خضراء، حاطط قرن فلفل حراق، كل دوت بيطعم لي الطعم جميل. وبحط معاهم السمك او الجمبري هيطلع معايا زي الفل. يبقى كده حضراتكم هنعمل بقى الصلصه البيضه اللي هي بتاعت الفراخ. اغرف بقى الفراخ بتاعتي دي عشان كده خلاص. نعم يا فندم. معلش وانا يعني العتب على اهلي عشان ما علمونيش انجليزي كويس. انا راجل كنت في الكتاب. حضرتك طبعا كنت في الكيج 1، فبتفرق بين الكتاب اللي كنا بنكتب على الصاج، كان بدون صاج كده حديد بنكتب عليه. انت حضرتك طبعا كان معاك اللابتوب والايباد. الله يرحم. خلي الطبق مستور. خلي الطبق مستور يا عم. اهو دي الفته بتاعتي. اتعلقت ياما. طب انت ما كانش بجيب مليمين كبار كده وقرص بهم على ودنك؟ ما حصلش دي معاك. ها انت مالكش في المناليم. ادي السنيبر يا جماعه عشان المخرج هيطلعني النهارده من شعوري ويخليني الوش في الكلام. حزب الله ونعم الوكيل. حزب الله ونعم الوكيل. كده هنا سنيبر ادي. شويه زبادي. هطلع بره بقى عشان ما تكلكعش مني وتبهوأ. شويه كريمه لباني اهم. صلاتك يا سيدنا محمد. اهو اوعى اوعى اهو. لسه شويه الكزبره الخضر بقى اللي اتحطوا على الوش عشان ما نعرفش نغش. عشان ايه؟
الله. انت عايز تاني مني بعد كده؟ كده ده الوايت صوص الفتة بالفراخ نجيب لها بقى الصحن بتاعها اهو بسم الله الرحمن الرحيم هنقرب حبة الصلصة دول على جنب عشان بربما حد يبقى مزاجه ياخد شوية صلصة لوحديهم يبقوا جاهزين اهو زي الجماعة بتوع الكشري دايما احط لك شويه صلصه على جنب عشان لما تحب ايه اشطب بقى ولم الفرش عشان كده حرام قوي وادي النيلة سجن ايه وبتاع ايه كده طيب المخرج بيقول لي عايزك تعمل لي شويه وايت صوص عشان خاطر الفته البيضه دي لازم يكون جنبها صلصه بيضه هو انا مش عارف هو عايز مني ايه بالظبط مش عارف هات يا ابن التوم اللي عندك لسه تاني في فاصل تاني مش انت بقولك واخدنا قلب اهم اولى النهارده اخد فاصل وارجع لكم تاني اشوف اخرتها ايه مع المخرج بتاعنا النهارده ونكمل بقيه الصلصه البيضاء فاصل وارجع لكم تاني واقعد على المحطه لو تروح في اي حته الصلصه البيضاء حكم القوي على الضعيف عايز اعمل له صلصه بيضاء هو عشان ما باكلش فته بالحبشتكان ده كله هو عايز ياكل على مزاجه صلصه بيضه وبيحب ياكل ويسقسق زي ما هو عايز يوم يوجع قلبي معاه ادي التوم بتاعي وادي الزبده على النار هو كل اللي انا خاف منه ان الصوص يكلكع مني لان انا دايما لما بعمل الصوص الابيض بيكلكع فهو عايز يعمل اي عوق معايا عشان يتعبني بس مش عارف مش عارف انا مش عارف هو في ايه بالظبط عايز يتعبني بس ماشي والله ما شاء الله والله هو اداني كلمة السر دلوقتي عرفتها قال لي ليز ده كويس كده عندي هنا تومه مع حته زبده او حبه زيت زيتون ادي الزبادي
اصفر سنه بس بسيطه. وانت مش عايز تصفر ليه النهارده؟ هو مبلغ عنك؟ زي ما تقول موصى عليها مش عايز تصفر. يلا بقى انزل بالزبادي اهو. هو عايزها تكلكع مني. ربنا يستر. ادي الكلمه اللباني عشان نلحق نفسينا اهو. ان شاء الله ربنا هيسترها معانا. ادي شويه ملح شويه فلفل اهو. صلاه النبي احسن، صلاه النبي احسن. ايه يا باشا، ايه يا باشا، ده شويه زعتر بقى عشان تبقى ايه معموله بما يرضي الله. ومفيش برضو برضو. الله أكبر. طيب شككني في نفسي. طب انزل دوق. نديها باشا الزعتر. روان يا جملة من على الفيسبوك يا عمك، من عند البتاع ده اللي عندك ده مبالطك في الخط مش مجاوب. كده اهو ده الصوص الابيض بتاعنا الجميل اللي هو هنحطه مع هو. لو صبر عليا كنت انا عملته، بس هو ايه يعني برضو عايز بس يعمل اي حاجه كده عشان يوقعني فيكم، لكن الحمد لله مش حد ايه هيوقعنا. انا عن نفسي ممكن اكل الصوص ده من غير اي حاجه تانية. عارف قلت لي عجين الفلاحة؟ هعمل عجين الفلاحة.
كده هنقول لكم عملنا ايه من الاول للاخر عشان نخلص دمرهم ربنا. عملنا طبعا اهم حاجة، عملنا صلصتين، الصلصة اللي هي بالخل والتوم، والصلصة التانية صلصة الطماطم اللي احنا حطيناها في الاخر على الفتة. عملنا فتة كوارع بسمنة كريستال، بعد كده عملنا ادي الدقة عليها، اهم حاجة الدقة اللي جابها المخرج دي. بعد كده عملنا فتة الشاورما زي ما انتم شايفينها حضراتكم كده. بعد كده عملنا فتة فراخ، فتة فراخ، عملنا صوص الوايت صوص، عملنا الطشة اللي هي الصوص بالخل، بالخل والثوم. عملنا حاجات حلوة قوي النهاردة. لازم مع حضراتكم اعمل الرز بتاعي من الشوربة بتاعت الكوارع، بدعمه وببقى كويس جدا. احنا ما تدخلناش في الفراخ خالص بأي حاجة من شوربة الكوارع، اديناها الشوربة بتاعتها اللي احنا سوينا فيها، لكن الفتة بتاعت الكوارع خدت شوربة الكوارع، فتة الشاورما خدت شوربة كوارع، فتة اللحمة المفرومة خدت شوربة كوارع. وكده بقول لي الرز المعمر هنعمله ازاي، اقعد لك بقى وافوق لك ونتكلم بقى على اللي انت عايزه. انا خلصت شغل ونتكلم على طريق الرز المعمر اللي عم المخرج عايزه. رز معمر ممكن اعمله بالحمام، ممكن اعمله بكبدة الفراخ، ممكن اعمله باللحمة المفرومة، وممكن اعمله سادة مسكر. هو سهل جدا. هنعمله ازاي؟ اولا عندي طاجن بحطه في الفرن يسخن جدا، بسخن الرز بتاعي ده الطريقة بتاعت انا، اللي بحس ان هو لما يجي يستوي يطلع كله مرة واحدة، ما يبقاش فيه جنب ني وجنب مستوي زي ما بيحصل. عندي لبن على النار بيغلي، بسخن الرز بتاعي على النار، بديله شوية زبدة وانا بسخنه، بديله معلقة سكر ومعلقة ملح صغيرة. بعد كده بسخنه وهو على النار، بجيب الطاجن سخن جدا، بحط نص الطاجن الرز، نص الرز في الطاجن. لو انا عندي حمام بقى بسلقه الاول او بسويه نص تسوية، بخليه من العظم وبحطه في النص، وبقبل بحط كده نص الرز التاني اللي عندي اللي انا مسخنه، واللبن سخن عندي على النار، بحط اللبن على طول بيغلي على النار. بعد كده بديه ربع كوبايه كريم لباني، وهو بنمل كده بدخله على الفرن على الارضيه مش على الشلفس مش على الرف، واسيبه يعيش حياته كده لغايه ما يعمل لون ذهبي على الوش، يبقى ليه جمال وحلاوه بعد كده مفيش. عايزه تعمليه ساده من غير حمام، عايز رز معمر، هتزود معلقة سكر، نعمل نفس الطريقة. اللبن بيغلى على النار، الرز سخن، لكن في ناس بتجيب الرز بارد بتغسله وتنقعه في مية شوية، وبعدين بتحط الرز بارد وتدعكه بكريمة لبانية أو بقشطة أو بسمنة بلدي أو بزبدة، وبعدين بحطوه في الطاجن وبحط عليه اللبن وبيسيبوه في الفرن. هو حقيقي بينشف وبيديني السكن او اللون الاحمر على الوش، بس لما باكل الرز بلاقيها محصوله مش مستويه ومش مبشره، مش شاربه اللبن والكريمه. ولكن كل واحد وليه طريقته في شغله. انا شخصيا لما بعمله بالطريقه دي اولا بيستوي بسرعه، الحباب بتفرد معاكي بتبقى مليانه، بيبقى فيه طعم حلو، والوش بتاعه دوت بيبقى جميل جدا. هو يعني احنا لما بنعمل في البيت عندنا بنعمله في صينيه الومنيوم كده،
احنا ما عندناش طبعا تيفال والحاجات اللي هم بيعملوها دي، احنا ناس على قدنا، فبنعمله في صينيه المونيا. وبصراحه ربنا بيطلع حلو، لان الصينيه الالمونيا بتاخد وتدي في النار على طول، ما بتاخدش وقت كتير، وفي نفس الوقت كله بيستوي مع بعضه، وبيطلع والله حلو جميل جدا وزي الفل. لكن عايزه تحطيه في طاجن، في بايركس، في بتاع، كل اللي انتوا عايزينه اعملوه. جالنا سؤال على العكاوي. انا عملتها الاسبوع اللي فات، قال لي انت بس عملتها بالكاري، واحنا مش عايزينها بالكاري، احنا عايزين نعمل طاجن عكاوي. اكلت انا في المغرب طاجن، اكلت العكاوي دي معموله بالبر او باللي هو القمح والفاصوليا البيضه والكوستيل اللي هي العكاوي والكوارع، والله العظيم كانت جميله جدا. طب انت عايزني اعمل ايه اكتر من كده؟ احكي قصه مول غول لما كانت عيالها. المخرج بيقول له امشي. شفتوا بقى بعد ما انا بخدمه وبعمل له واجب اهو بشغله، يقول له مش اطلع بره. هي دي اخره المخرجين. بشكر حضراتكم على حسن متابعتكم، نشوفكم السبت على خير. اول غير محطه واطرحوا اي حد.